أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ورشة الزيتون، الزيتون العريقة اللي تجاوز عمرها 4 عقود من النشاط الدائم والمستمر، وأمسية مهمة عن الشاعر الأستاذ محمد الشحات. الأستاذ محمد الشحات شاعر مصري كبير من مواليد 1954، قرية الظهرية، شربين، دقهلية، نائب رئيس تحرير بأخبار اليوم، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، وعامل بجريدة أخبار الرياضة. الأستاذ محمد ظاهرة شعرية، هو غزير الإنتاج. الديوان اللي هو بين إيدين حضراتكم هو الديوان رقم 20، وعنده ديوانين قيد النشر سيصدروا 2020 أيضا. هو واسع الإنتاج، صدر له أول ديوان اسمه الدوران حول الرأس الفارغ، وده صدر سنة 1974، يعني كان عنده 20 سنة في هذا التوقيت. صدر له الديوان التالي آخر ما تحويه الذاكرة سنة 79، الديوان اللي بعده تنويعات على جدار الزمن سنة 93، ثم ديوان مكاشفة 96، وديوان كثيرة هزائمي، وده صدر عن هيئة أصول الثقافة سنة 98، وكان ديوان بديع وجميل وموجود عند معظمنا. ثم توقف الأستاذ محمد الشحات عن الكتابة لفترة، وأصدر في 2012 المترو لا يقف في ميدان التحرير، أدخلوني على مهل 2013، يوميات ثورة 30 يونيو 2013، عندما هزني وجعي 2014، البكاء بين يدي الحفيدة 2014، الحياة بلا أي وجه 2016، حروف الوطن 2017، محاولات لا أعرف نهايتها 2018، يكتب في دفتره 2018، ترنيمات شاعر قبل الرحيل 2019، سيعود من بلد بعيد 2019، رجفة المقامات 2020، متى ينتهي 2020. الأستاذ محمد الشحات رأس تحرير جريدة الكتاب، اللي هي الجريدة اليومية اللي بتبقى تصاحب معرض القاهرة الدولي للكتاب، من سنوات بين سنتي 84 و 2011، يعني ما يقرب من 25 سنة أو 24 سنة. رأس تحرير مجلة الموسيقى العربية، وكانت بتصدر عن دار الأوبرا ومجلات أخرى، وكان له نشاط ثقافي في مكتبة القاهرة، كان مشرف على النشاط الثقافي فيها لسنوات أيضا. الليلة احنا يعني هنستمع إلى قصائد من الشاعر الأستاذ محمد الشحات، قصائد متفرقة من أعماله، وهنستمع إلى شهادات أدبية وقراءات نقدية حول ما تيسر من أعمال الشاعر، ثم نستمع إلى شهادة شعرية عن المسيرة وعن المشوار وعن الشعر من محمد الشحات، قبل أن يعاقب في نهاية هذه الندوة تعقيبه الأخير. نبدأ بالاستماع إلى الأستاذ محمد الشحات في قصائد من دواوينه الأخيرة. طبعا أنا لا أخفي عليكم سعادتي الغامرة بوجودي في ورشة الزيتون، لكم تفخروا بأن هذه الورشة لها سمعة وصيت طيب، ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية، وده نتيجة الإجادة والجودة والجدية اللي بتتميز بها هذه الورشة، وحرص قامات كثيرة على التواجد والحضور. وأنا كنت مرعوب من أن أجي ورشة الزيتون، وشعبان يوسف دعاني أكثر من مرة
كنت فعلا خايف يعني، خاصة ان انا عارف ان هنا الناس في تناولهم للابداعات والتجارب ما بيهزروش يعني، يعني وكنت بعتبر ان الحديث عن المخطوطات قبل ما الكاتب يصدر مخطوطه شيء مهم جدا، لان ممكن يساعده كتير قوي في علاج بعض الاشياء قبل ما يدفع بكتابه للمطبعه، وده دور مهم جدا. اتمنى ان الورشه تواصل عملها، لان ده احنا بنفتقده فعلا في مصر يعني. مفيش في مصر مكان بيساعد الكاتب قبل ما يصدر عمله ان الناس تتكلم عليه، ويقدر الكاتب يتدخل بتعديل او تبديل او اصلاح بعض الامور عشان يطلع منتجه في صورة طيبة. انا هسمعكم زي ما اتفقت مع الدكتور محمد لبعض القصائد من اخر ديوان ليا متى ينتهي. قصيدة الساحر. وضع الساحر منديلا فوق الفيل فأخفاه، انبهر الجمهور وهو يحملق ويحاول أن يعرف أين تبخر رغم ضخامته. كان الطفل يراقبه وتمنى لو كان لديه منديل أكبر حتى يخفي مدينته، يستخرج منها أبويه وشقيقيه وقطته وبعض رفاق طفولته، ثم يقول جلا 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 فتذوب كما ذاب الفيل. ولن يتردد لو أخفى فيما أخفى كل شقاوته، وصغيرات كنا يعاندن الصحبة، ومعلمه ظل يعاقبه عن فشل تخيله كيف توارى المارد في مصباح علاء الدين. ظل يمني النفس فلو كان لديه المصباح ليعرف كيف استلقى به العفريت، وإن صادفه لديه فلديه ثلاث أمان. عاد من المدرسة فحاول أن يبحث في حاجات الجد عن المصباح، أمسكه الجد وحن عليه وأجلسه وتحسسه، وراح يحاوله في رفق، وأسأله ماذا لو كان لديك المصباح؟ فقال سأوصي العفريت بأن يأتيني بجبال من ذهب، وأن يجعلني أقوى رجل فوق الأرض، وأن يمنحني القدرة في أن أخفي الأشياء وأن أصعد فوق السحب. فضحك الجد وقربه إليه وقال له بمقدورك أن تملك هذه الأشياء ولن تحتاج لعفريت المصباح، فبعقلك يمكنك البحث عن الذهب ولسوف تصادفه، أما أقوى رجل فوق الأرض فلن تنفعك القوة ففوقك من هو أقوى منك، أما أن تخفي الأشياء فبمقدورك أن تغلق عينيك، أما أن تعلو فوق الأرض فلو أخلصت سرائرك ستسمو. كان يظن بأن الساحر يخفي ما يخفيه بجعبته، وما إن ينصرف الجمهور حتى يعيد الأشياء إلى سيرتها الأولى، فكيف له لو أخفى عنه مدينته؟ وهل جعبته سوف يكون بها متسع؟ انطفأ النور وخرج الجمهور فاختبأ لكي يعرف من أين سيأتي الفيل. كان الساحر يلعب خدعته من خلف ستار يمكنه أن يخفي الفيل، فيظن الجمهور بأن الساحر أخفاه. نظر إلى أضواء حين انطفأت سرقت أنظار الجمهور، وفي لمح البصر يكون الفيل قد اختبأ، فيظن الجمهور بأن الساحر أخفاه. نظر إليه الساحر وهو يداعبه، هل فتنتك الخدعة فلسوف يجيئك حين يحين الوقت؟ ابتسم إليه وأعطاه المنديل. كمان قصيدة كان مسخن. السر على جنب شوية. ارتجف اللاعب كل نواصيه وهو يحاول أن يتملك حتى يتمكن من أن يمشي فوق الأسلاك، فرغم جادته فن السير على الأحبال
إلا أن مشاعره حين تساقط من أوراق العمر كثير منها بدأ يحس بخوف يأتيه مع الليل. حاول أن يمتنع عن السير، إلا أن الأفواه الجائعة المنهومة كانت تعصره، فتناسى فكرة أن يتراجع واستسلم لمصير يجهله. وقف اللاعب وهو يحاول أن يعبر منتصف السلك، وأدرك أن هناك ملايين تمشي فوق الأسلاك وتعبرها ولا تهتز مشاعرها ولا ترتجف قليلا، فتشجع. وما إن أنهى لعبته حتى استجمع آخر أنفاس كانت تخرج من رئتيه، وارتكن برأس أثقله ما أثقله. ظل الأسد على وقفته يرقب كف مدربه ويحاول أن يتخفف من وقع صياط لا يعرف إذ ما سقطت أين تحط. فكان عليه إيهام الجمهور بقدرة من دربه على تحريك غرائزه. ظل يراقب تحريك بيديه لكي يتجاوب، فيحس برجرجة الخيمة، تصفيق يزعجه ويقلل من هيبته، ويفرح من دربه. ورغم تنامي الخوف بمالكه والخوف بداخله، إلا أن الفرصة قد لاحت فانخض عليه، فجاء الموت بطلق ناري من حارسه، فالتقيا عين مدربه وبها خوف لم يبرحه وعين الأسد، وقد نال رحيلا ملكيا قد أسعده. فوق الدراجة كان اللاعب يأتي بلفيف من حركات تبهر من جلس يتابعه، وكأن الطير يعشش فوق رؤوس الجمهور. تحرك ثم توقف، وتحرك ثم توقف، فتعجب من كان يراه وهو يسير على نصف إطار. كان إذا ما عاد إلى البيت يحن إلى السير كما كان يسير، فلا يلتفت إليه المارة، فلقد برعوا بالسير على نصف إطار أو صاروا من غير إطار.